مشاهدينا مساء الخير واهلا بيكم في يوم جديد من 90 دقيقه عايزين نقول انه طريق طويل مشيته مصر بين سنه 2014 ولغايه النهارده في يونيو 2021 يمكن من اكتر الحاجات اللي بيلمسها المواطن في حياته اليوميه وبيحس بحجم الانجاز فيها هو ملف الطرق الكل عارف مصر طبعا كان وضعها ايه قبل 2014 كان ايه والكل كان بيشتكي من تدهور مستوى الطرق وطبعا والحوادث اللي كانت مميته والزحام والبطء وغيره. شوفوا دلوقتي واحكموا بعين الانصاف. كفايه اننا نقول انه المشروع القومي للطرق أضاف 7000 كيلو متر طولي من الطرق الحرة والسريعة على مستوى الدولة وده ساهم طبعا في توفير آلاف الفرص طبعا احنا النهاردة كل كلامنا موثق بالصور وحنشوف كل حاجة معانا على الشاشة للعمل للمصريين وكمان ساهم في تقليل نسبة البطالة مصر بقيادتها عرفت انه شبكات الطرق والكباري هي الاداه الاساسيه لاي تنميه مستدامه وجذب الاستثمار وتوفير فرص عمل جديده. عشان كده اهتمت بشده بملف الطرق وتطويرها وشق طرق وانشاء كباري جديده. طيب في سبع سنين من عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت مصر في تحقيق المعادله الصعبه بتنفيذ مشروعات عملاقه لاول مره في تاريخ مصر. طيب اهمها ايه؟ اهمها المشروع القومي للطرق والكباري بطول 7000 كيلو متر وزي ايه؟ هتقولوا لي طب زي ايه؟ زي وادي النطرون، العلمين، والصعيد، البحر الاحمر، سهاج سفاجه، شبرا وكمان طريق بنها والجلاله والفرافره. كل دي طرق. تفتكروا مصر ضافت كام كوبري في سبع سنين كده؟ فكروا كده ثانيه، كام كوبري؟ اقول لكم انا؟ مصر عملت بقيادتها وأبنائها واحد محور كبري على النيل في عهد الرئيس السيسي واحد بتكلفة بقى إيه؟ بتكلفة إجمالية حوالي 30 مليار جنيه أما المحاور فدي بقى الحقيقة حكاية تانية حكاية تانية وإنجاز كبير يستحق أننا نعمله تعظيم سلام دلوقتي احنا بقى عندنا محاور جديدة الحقيقة بنفخر بيها شوفوا الصورة والجمال والحلاوة بنفخر بيها زي مثلا بنها طلخة الخطاطبة تحيا مصر محور رود الفرج طما بني مزار جرجة على مستوى بقى الطرق الداخلية بدأت الدولة في تطوير محاور مرورية جوه المحافظات وده ساعد كتير في حل مشاكل مرورية كانت موجودة وكمان تم كمان تطوير قطاع إيه بقى السكة الحديد وإصلاح البنية الأساسية وتدريب العناصر البشرية وشراء قطارات وعربات جديدة كل ده إحنا شفناه مش كلام ده اتحقق على ارض الواقع، الاهم بقى من ده ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتابع بنفسه كل تفاصيل وتطورات مشروعات الطرق والكباري، ولسه يوم الجمعه اللي فاتت تحديدا تفقد اعمال التطوير والصيانه الشامل للطريق الدائري حوالين القاهره الكبرى واللي بتتم على امتداد 106 كيلو متر. 106 كيلو متر زمان كان بيعيش الشعب على 7% 7% فقط من مساحه مصر لكن حاليا حاليا بيتم انشاء 32 مدينه جديده على مستوى الجمهوريه رقم الحقيقه كبير وده بيدي مساحه أوسع للمواطن يعيش عليها وبيوفر فرص عمل زياده وبيقضي على المناطق العشوائيه. مش مبالغه الحقيقه إننا نقول إنه مصر بتحقق المعجزات في مشروعات الطرق والكباري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. إحنا بنشوف مشروعات نقل وكباري عمرنا عمرنا ما كنا نحلم إننا الحقيقه نشوف نصها على ارض الواقع. الحقيقه يعني الدوله اهتمت بشده بقطاع النقل وتطويره باعتباره دعم لمشروعات التنميه المستدامه. والمحور الاساسي لبنى اي دوله وده من افضل واهم الملفات اللي اشتغل عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي واللي شفنا كل حاجه منها قدام عينينا ده مش كلام واظن ان احنا برضو معظم الكلام اللي قلناه والانجازات مترجمة على ارض الواقع معنا بصور وشفناها في كل مكان طرق وكباري وبنية تحتية وعشان كده الحقيقة النهاردة فقرتنا الاساسية هتكون عن ملف الطرق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنا الحقيقة بشكر سيادة الرئيس النهاردة كمواطنة مصرية على هذا الملف الهام والإنجاز اللي تم فيه في ملف الطرق الحقيقة وشكرا يا فندم وعدت وأوفيت حقيقي تحيا مصر تحيا مصر وتحيا مصر